يا أستاذ سامر، أولا مساء الخير، كل التحية لكم، وشكرا على لأن أنا كمان البيان محترم، وكمان عجبني اللغة اللي مكتوب بها البيان. مساء الخير أستاذ أحمد، ومساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. عملت ايه عشان تصل لهذا البيان بهذه الطريقة؟ قمنا بأدائنا الرقابي على أكمل وجه تجاه هذا الشعب، تجاه هذا الوطن. أحيل إلينا بيان وزير الدولة للإعلام من قبل رئيس المجلس لدراسة البيان وإبداء رأي اللجنة فيه. وهو الدور الرقابي المنوط باللجنة للإدلاء برأيها في هذا البيان. حضر السيد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام إلى اللجنة ليناقش هذا البيان. وإذ نفاجأ بعد أكثر من ساعتين أو ساعتين ونص إن كل ما يذكره السيد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام في بيانه أمام اللجنة ما هو إلا رد على الأرقام التي تخص مدينة الإنتاج الإعلامي. وكأن وزارة الدولة للإعلام انحصرت في أرقام تخص مدينة الإنتاج الإعلامي محاولا تبرير كل المخالفات المالية والإدارية الموجودة في مدينة الإنتاج الإعلامي. محاولاته الكثيرة خلال الاجتماع للخروج من هذه المخالفات أمام أعضاء اللجنة ولتبرير هذه المخالفات المالية الكثيرة أنسته أنه أمام لجنة إعلام البرلمان لمناقشة بيان الحكومة وليس للرد على اتهامات فقط الفساد المالي في مدينة الإنتاج الإعلامي. حضرتك بتعني كلمة الفساد المالي في مدينة الإنتاج الإعلامي؟ مخالفات مالية في مدينة الإنتاج الإعلامي كثيرة ذكرت حضرتك بعضها في ملاحظات اللجنة وفي تقريرها. غلب الطابع الدفاعي للسيد أسامة هيكل في الاجتماع أنه يرد فقط على هذه الأرقام. ولماذا؟ كان بيقول إيه؟ كان كلها ردود غير مقنعة. وإن هو الأسهم بتاعة الشركة كانت أقل من كده عندما هو تولى الشركة، وإن هو سد ديون مدينة الإنتاج الإعلامي وإن هي كان عليها ديون كبيرة. طبعا كثير مما قاله السيد أسامة هيكل يخالف الواقع وفق المستندات التي أحضرها الزميل الدكتور نادر مصطفى وأرفقها لتقرير اللجنة وتم تسليمها في الجلسة العامة. لكن اللي أنا عايز أقوله لحضرتك إن كان على السيد أسامة هيكل وزير الدولة الإعلام أن يقدم للجنة تقريرا واقعيا عن تحقيق أهداف الوزارة التي صدق عليها رئيس الوزراء في يناير 2020، والتي كان منوط وزير الدولة الإعلام أنه ينفذها خلال العام الذي انقضى. لكن للأسف ما فيش ولا هدف ولا جملة من الأهداف التي صدق عليها رئيس الوزراء نفذها وزير الدولة الإعلام بالفعل على أرض الواقع. لم يكن للوزير ولا للوزارة أي دور في حل مشاكل الإعلام بأي شكل. لما يذكر سيادة الوزير الديون الموجودة على المؤسسات الإعلامية ويطلع رؤساء الهيئات يطلعوا بيانات صح تخالف الأرقام لا هي الوطنية الصحافة والإعلام الاثنين، طبعا مصر دولة أكبر من أن يحصل فيها هذا اللغط.